في 25 من أكتوبر القادم هنالك موعد مع ثوار تشرين أن يخرجوا في الشوارع مرة أخرى، هي ذكرى مهمة جدا. أكتوبر ذكرى مهمة جدا لثورة تشرين وانطلاقها من أجل وضع التغييرات وغيرها. هل تعتقد أن تشرين أرادت هذه التغييرات؟ البعض يعني عندما يتحدثون من التشرينيين الموجودين في مواقع التواصل الاجتماعي من البارزين الخاصين بهم، هم يرفضون مثلا السيد محمد شيع السوداني الذي كلف اليوم في عملية تشكيل الحكومة، يرفضونه تماما. هذه اللافتات التي يرفعونها في حقيقة الأمر، هل تعتقد الخروج في 25 من أكتوبر إلى الشوارع قد يكون مختلفا عن كل مرة هذه المرة بالنسبة لتشرين، خاصة وأن هنالك امتعاضا من الصدريين تجاه هذا الأمر؟ وأيضا أود أن أعرف وأن أستعلم رأيك في مسألة الغرب عندما ينظر للعراق، هم مهتمون في استقرار إمدادات الطاقة من العراق، هذا هو الأهم بالنسبة للغرب والولايات المتحدة في ظل أزمة الطاقة. كيف للأمور أن تستقر في ظل تظاهرات قادمة فيها احتماليات وسيناريوهات كثيرة؟ نعم، التظاهرات يمكن فعلا أن تخرج عن السيطرة، أنا على يقين من ذلك، ولكنني متأكد بأنه ينبغي أن ننتظر. البرلمان مجددا قد قرر، وأعتقد بأن الشعب ينبغي أن يحترم ذلك. وإذا كانت هناك أي احتفالات أو تظاهرات، ولكن ما بين الآن إلى هذه التظاهرات ربما على الصدريين أن يستنتجوا بأن الأفضل لهم أن يشاركوا في العملية البرلمانية، وخاصة في اختيار المرشح، هذا أمر أساسي. فإذا مجددا إذا أرادوا أن يكونوا جزءا من اللعبة فينبغي أن يشتركوا. وأما من حيث الغرب فأنا أعتقد بأنهم يرغبون في استقرار العراق واستقرار المنطقة ككل، وأعتقد بأنهم لأجل ذلك الولايات المتحدة، وسفير الولايات المتحدة كان يقول بأنه من الأفضل لو أن العراق وإيران قد أمكن أن يتعاملا معا وأن يكون هناك نهج متبادل بينهما، هذا أمر أساسي، أمر بالغ الأهمية، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والآمال من قبل الشعب العراقيين، فهم يدركون بأن هذا أمر حتمي وأساسي ينبغي أن تتخذه أي حكومة من أجل القيادة، وينبغي أن تحاول أن تكون شمولية بقدر الإمكان في تطوير وإنشاء هذه الحكومة، وكذلك في تنفيذ سياساتها، وأن تحدد ما هي هذه السياسات وما شكلت هذه السياسات، وهذا يستدعي مشاركة لكل ممثلي وأطياف الشعب العراقي، وأمل بأن يكون هناك النضج الكافي للقيام بذلك على نحو مهني. وطبعا سيكون هناك عدم اتفاق، ولذلك ينبغي حل هذه الأمور، لكني أمل أن تكون التظاهرات مخططة وألا تخرج عن السيطرة، ولكن لأن هناك حكومة الآن فأنا أعتقد بأن أي تظاهرات غير قانونية سيتم التعامل معها، خاصة ما إذا كانت هناك أوجه من الدمار والعنف، وهذا أمر آخر ينبغي أن تفكر فيها الحكومة، ينبغي أن تكون منصفة ولكن قوية، وأعتقد بأن هذا ما يرغب به الشعب العراقي وكذلك الغرب يأمل في ذلك. نحتاج إلى استقرار في هذه المنطقة، فهذه المنطقة مرت بقلاقل لوقت طويل جدا، ومن الجميل الآن لتبدأ الأمور في أن تهدأ وأن تبدأ الآمال في أن تبزغ لمواصلة حقبة جديدة وإقليم يتسم بالاستقرار، فهذا لصالح الجميع.